السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد حدادي. إن شاء الله يا أخوان في هذا الفيديو بنشوف واحد من أفضل التلفزيونات الموجودة في السوق حاليا، لو ما كان الأفضل، من شركة LG. معايا اليوم تلفزيون من LG بمقاس 77 بوصة OLED EVO، وأيضا بنشوف نظام صوتي أتعب أقول عليه مميز حرفيا. فبلاش أطول عليكم وخلونا نبدأ الفيديو مع بعض. خلونا نبدأ معاكم بالتحفة الفنية من LG، وهو تلفزيون LG OLED EVO بمقاس 77 بوصة من سلسلة C2، ويتوفر منه مقاسات أخرى، في الأصغر وفي الأكبر حسب مساحة المكان عندك وحسب أنت كيف تبغى تستمتع. هذا التلفزيون هو الموديل الجديد والأحدث لدى LG بأحدث التقنيات، بجودة 4K وبدقة 3840 في 2160 بيكسل. يدعم هذا التلفزيون أكثر من مليار لون، ومزود بمعالج ألفا 9 الجيل الخامس. طيب يا أخوان، إيش اللي يميز تلفزيونات LG الأوليد إيفو هذا الجيل عن الأجيال السابقة؟ بكل تأكيد هو السطوع مع المعالج اللي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي. طيب كيف سطوع يعني؟ مثلا لو حاطت التلفزيون في المجلس وإضاءة الشمس داخل الغرفة أو مولع الأنوار كلها، بتشوف اللون الأسود أسود حقيقي، وباقي الألوان ساطعة بألوان جميلة وممتعة، وبتشوف دقة بالصورة بشكل رهيب. وكلنا عارفين تقنية الأوليد بعدم وجود أي إضاءة خلفية، وأنها تعتمد في تشغيل التلفزيونات أو تشغيل التلفزيونات تعتمد على تقنيات الأوليد بأنه يضيء البكسل حسب اللون المطلوب. يعني عندك اللون الأحمر بيضيء البكسل الخاص باللون الأحمر، الأصفر، الأزرق وإلى آخره، ولما يكون في ألوان سودة ما بيضيء عندك أي بكسل ولا إضاءة خلفية ولا شيء، بتطفي كافة البكسلات في الأماكن السوداء في الصورة تماما، وهنا بنحصل على أسود حقيقي وصورة أكثر ووضوح وتفاصيل أكثر. التلفزيون يا أخوان يقدم أفضل تجربة سينمائية حقيقية مع تقنية دولبي فيجن IQ، صورة استثنائية بتفاصيل ودقة عالية، وهي التقنية داعمة لها العديد من المنصات الموجودة في نظام التلفزيون نفسه، فهو يعمل بنظام WebOS من LG، وفي كل التطبيقات العالمية التي تحتاجها مثل نتفليكس، أمازون برايم فيديو، أبل تي في بلس، وشاهد والكثير. ومثل هذه المنصات داعمة للدولبي فيجن IQ كذلك، من حيث النظام الصوتي اللي يدعم التلفزيون وهو الدولبي أتموس ثنائي القناة، ويحوله إلى افتراضي 7.1 قناة. صوت جميل بكل تأكيد، ولكن مع النظام الصوتي شيء مختلف، حنشوف إن شاء الله. طيب بالنسبة للألعاب، هل التلفزيون مهيئ للألعاب؟ بكل تأكيد، مو بس عشان التلفزيون بأحدث التقنيات وإلى آخره، لا، هو مجهز فعلا للألعاب وداعم قوي للألعاب، فهو يدعم ألعاب الدولبي فيجن 4K عند 120 هيرتز للأربع منافذ الـ HDMI الموجودة بالتلفزيون، كلها 2.1، ووقت استجابة 1 ملي ثانية مع تقنية الجي سينك من انفيديا، كذلك الفري سينك من AMD، ودعم الـ VRR، بمعنى جودة صورة موجودة وألعاب حركة ما عندك فيها أي مشكلة. صراحة شيء رهيب وممتع، سواء في الأفلام السينمائية، في المباريات، وحتى الألعاب، بالذات ألعاب السيارات والأكشن وإلى آخر. كذلك التلفزيون داعم للألعاب السحابية مع برنامج انفيديا الشهير GeForce Now المليء بالألعاب دون الحاجة لتحميلها، ولكن هنا بكل تأكيد تحتاج انترنت سريع مثلا فايبر، وبتستمتع بتجربة ألعاب حقيقية. طيب لو حابين ناخذ نظرة سريعة على نظام التلفزيون، فهو يوجد فيه متجر للتطبيقات والألعاب، كذلك متصفح تقدر تدخل أي موقع من خلاله، كذلك داعم لتطبيق LG ThinQ لأجهزة المنزل الذكية، وأيضا يدعم أبل هوم كيت، كذلك عرض شاشة الآيفون أو الآيباد أو الماك بكل سهولة لاسلكيا على التلفزيون عن طريق خاصية AirPlay. وأيضا لمحبي الرياضة، من مميزات تلفزيونات LG هي إضافة فريقك المفضل، وبتوصلك تنبيهات للفريق مثل بداية المباراة أو نهايتها، كذلك الأهداف. وأخيرا عندنا الماجيك ريموت من LG الخاص بهذا التلفزيون، كعادة أجهزة التحكم من LG، سهولة بالتنقل في إعدادات وقوائم التلفزيون، بالإضافة أنه داعم للمساعد الصوتي، فبإمكانك سؤاله أي سؤال بالصوت وبيتم الإجابة مباشرة. كم درجة الحرارة في جدة اليوم؟ إليك طقس في جدة،
بالإضافة إلى وجود اختصارات لأهم المنصات مثل نتفليكس وغيرها، واللي عجبني هالمرة هي إضافة شاهد في الريموت. كذلك داعم لأليكسا والتحكم بالأجهزة الذكية في المنزل عن طريق الصوت. طبعا يا أخوان التلفزيون فيه خصائص جدا كثير وميزات جدا كثير، ولكن هذه أهم شيء يعني لفت نظري أو عجبني بالذات في هذا التلفزيون اللي أنا ذكرته في هذا الفيديو. الآن خلينا نشوف التحفة الفنية الأخرى من LG وهو النظام الصوتي المتكامل. هذا يا اخوان مو زي اي مسرح منزلي او نظام صوتي عادي، اللي معايا اليوم يا اخوان هو شيء فخم من الاخر باحدث التقنيات، عبارة عن مكبر صوت رئيسي بتقنية ميريديان وسماعتين خلفية لاسلكية وسبوفر 7.1.4 قناة بتقنية الدولبي أتموس والدي تي اس. والحلو في الموضوع انك تقدر تتحكم فيه ايضا من خلال ريموت التلفزيون نفسه. كذلك نقدر نتحكم فيه من خلال اي منصة من المنصات الداعمة مثل أليكسا وجوجل وإير بلاي. وعشان نستمتع بكل تفاصيل الصوت نشبك نظام الصوت بالتلفزيون عن طريق منفذ الـ HDMI الداعم للـ EARC ونختار وضع تقنية الساوند برو من التلفزيون واستمتع بدقة وجمال الـ 770 واط الحقيقية. صراحة يا أخوان مو عارف كيف أوصل لك جمال النظام الصوتي، يعني مهما أوريك صورة جمالية صورة بالنسبة للتلفزيون أو هاتف أو إلى آخره، لكن كنظام صوتي صعب أوصل لك الإحساس اللي أنا حاسه لما أشغل أي فيلم داعم للدولبي أتموس والدي تي اس. صوت خرافي خرافي. ولكن في حل جدا سهل وبسيط، ممكن تتجه لأي معرض مجهز فيه أو عرضي هذا الجهاز تستمتع وتجربه بنفسك عشان تعرف أنه كلامي يعني قد ما وصفت أنه مو قادر أوصل لك الإحساس، عشان تتأكد بس من الإحساس. بس كده يا اخوان وصلت معاكم من نهاية الفيديو، اتمنى اشوف رأيك في صندوق التعليقات. وعندي سؤال بسيط، هل تستخدم نظام صوتي من اي شركة كانت او حتى من LG لك تجربة معاها؟ كذلك ايش نوع تلفزيونك اللي بالبيت وكم بوصة؟ هي ما صار سؤال، ولكن حابب اعرف يعني ايش التلفزيونات اللي تستخدمها او كم المقاسات اللي تستخدموها، كذلك الانظمة الصوتية. بكده أكون وصلت معكم نهاية الفيديو، إن شاء الله أكون أفدتكم لو بمعلومة بسيطة. روابط الشراء بتلاقيها بصندوق الوصف أسفل الفيديو. بكده أكون وصلت معكم نهاية الفيديو، يعطيكم ألف عافية، لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناة، وفي أمان الله.